بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في سورة النصر، في سورة إذا جاء نصر الله والفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تحدثنا إذا جاء في إذا، وتحدثنا في معنى جاء، وتحدثنا في معنى نصر وفتح. إيش يعني فتح وإيش نصر؟ لأنه واضح لهم قضيتين، نصر الله والفتح. وبينا أنه النصر هو مش فقط معونة وتقوية، وإنما معونة وتقوية في مقابلة مخالفين، سواء كان على مستوى الفكرة أو مستوى أهل الإيمان. إذن لما نقوي ونعين في مواجهة من يخالف، في مواجهة من يخالف، شو سمينا؟ نصر. تحدثنا في هذه، لكن بظل شوية موضوع نصر بده نشبعه أكثر شوية في تعبير. أحيانا يأتي نصر على، وأحيانا يأتي نصر من، نصر من، نصر على ونصر من. مثلا بالنسبة لنوح عليه السلام، نوح عليه السلام، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لاحظوا، ونصرناه من، مش ونصرناه على. إذا كان نصرناه على معناته هو نصر فيه هيمنة واستيلاء. بهمش شوية، الابواب تنفتح تظل مفتوحة، الابواب هيك بتستوعبوا احسن. طيب، اذا النصر على فيه ايش؟ هيمنة واستيلاء، لانه على. والرسول صلى الله عليه وسلم في بدر نصر على مين؟ على الكفار. لكن لاحظوا، نوح عليه السلام نجي تنجية، نصرناه من، إذن فيه تخليص وفيه إنجاء. إذن النصر له صور، ممكن ينجي الله سبحانه وتعالى فيكون نصر. طب فيه إعانة وتقوية في مواجهة مخالف، فيه، بس بأي صورة؟ بصورة التنجية، لأنه إيش قصد عدوه؟ وصل لهدفه عدوه ولا ما وصلش؟ لا، ما وصلش، هاي نجيناه. تمام؟ هذا شو بنسميه؟ نصر من. ولكن إذا في معركة نصر على، لما تتغلب فكرة على فكرة برضو نصر على، تتغلب فكرة على فكرة، نصر على، فيها علو. وأحيانا تأتي نصر بدون منه على، فبتحتمل الوجهين، انه هو يعني نصر على ولا نصر من. هذا بس مشان تكتمل الصورة شوية، مع انه ممكن في النصر يكون في كلام اطول. كيف؟ انصر اخاك، انصر اخاك ظالما او مظلوما. لانه مرات اذا مظلوم ممكن تحتاج انك اذا مظلوم تنصره، وإذا ظالم تعال شو اللي بتعمله أنت، تعال بتفهمه بشيك. تمام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. قبل هيك بنلاحظ أنه السورة اللي قبلها سورة إيش؟ أشوف يلا
في ترتيب المصحف، سورة الكافرون، قل يا، شوفوا هالإعلان، شوفوا هالإعلان، قل يا أيها الكافرون، يعني هذا إعلان لجميع من يكفر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. هذه سورة إذا بتلاحظوا فيها مفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. مفاصلة إيش؟ مفاصلة بالفكرة، مفاصلة بالفكرة. هو الموضوع موضوع إيش؟ عبادة، وإحنا بينا معنى عبادة وفرقنا بينها وبين إيش كمان في المرة الماضية، العبادة والدين. إيش العبادة؟ إيش الدين؟ طيب هون مفاصلة، قل يا أيها الكافرون، إذن إعلان، على فكرة إعلان، ما فيش فيه أي نفاق، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. طبعا هذه ما فسرناها سورة الكهف، بل كي يجي يوم إن شاء الله. الآن مفاصلة بعدها شو بتيجي في الترتيب؟ سورة النصر، سورة النصر. فلا بد من مناسبة، مناسبة بين في الترتيب، على فكرة أنه هذا ترتيب وحي، هذا الترتيب وحي، وبالتالي في تناسب بين السور. في يعني ليش مثلا آل عمران بعد البقرة؟ في تناسب. ليش النساء بعد آل عمران؟ هون ليش الكافرون قبل النصر؟ النصر مفاصلة. فالأصل أنه يفهموا المسلمين أنه الفكرة، يعني الآن بدنا نعطي بعض أن نأخذ مناسبة، هو ممكن يكون في كلام مطول في علاقة الكافرون بقضية النصر. المفاصلة، لاحظوا المفاصلة هاي. أنت كمسلم حتى تنتصر الفكرة الإسلامية ما يجوز يكون في نفاق، يجب أن تكون واضح، واضح. أما قضية واضح هذه بأي أسلوب بتتكلم هذا موضوع ثاني. يعني أنت ممكن تكون مرن في الأساليب التوصيل الفكرة، مش مرن في الفكرة نفسها، خصوصا هذه قضية توحيد ودينه بشكل، بس أنت ممكن تكون مرن في إيش؟ التوصيل. في ناس بظنوا أنه يعني ممكن يوصل الفكرة، أنه في مفاصلة بين الفكرة الإسلامية وغيرها بطريقة فيها شدة وفيها جلافة. ليش؟ ليش؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. شو يعني أحسن؟ يعني مش إلا بالتي هي حسنة، أحسن. طب استثني من هذا الكلام حدا؟ إلا الذين الظالمين، شيء ثاني، الظالمين والوقحين والمستعمرين، وهذا ما إيش بالتي هي أحسن، والقتلة والمجرمين إيش بالتي هي أحسن. أما لاحظوا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أوامر ربانية هاي. فبالتالي المفاصلة لازم تكون واضحة، يعني الفكرة واضحة، فيش نفاق. أيوة، 1 2 3 4، مش أنت أنت مش مخير، الله سبحانه وتعالى نزل وقال لك قول، قل، تمام. أما في قضية التعامل الدنيوي والبر والإحسان للناس كبشر هذا موضوع ثاني، لازم نفرق إذن بين المفاصلة في الفكرة وتكون وفكرتنا واضحة، نوصلها إلهم واضحة بدون نفاق ولا لف ودوران منخبيش. هذا على فكرة من أهم أسس النصر، نصر الفكرة. الفكرة مش ممكن تنتصر وانت بتنافق وبتلف وبتدور بتدور في تبليغ البشر. كيف تنتصر؟ ما هاي بدت هزيمة الفكرة، هاي بدت هزيمة الفكرة بأنك في نفسك لما بتبدأ تتلون، انت تتلون وتقول لهم لا مش هيك، ويعني ويما شو معناته؟ معناته انت مهزوم، مهزوم. طيب وممكن تكون واضح انت وتعطي الامور باسلوب جميل وفيه رأفة بالناس ورحمة فيهم غير الظالمين تمام، والناس اصلا الناس بتقدر وقتها لما بتدرك انك صادق مش بتكذب عليها، تمام. فلاحظوا انتو سورة الكافرون اللي فيها مفاصلة، لكم دينكم ولي دين، بتجي بعدها النصر، في تناسب، إذن في تناسب. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، النصر.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني بتصير الأمور إيش؟ وصلت لدرجة إيش؟ تشبه اليوم ما حصل في بعض الأمم. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وانت على فكرة يكون قريب أقرب ما يكون لما بيكون الناس في مثل هذه الحالة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وسبق بينا أن الفتنة فيها إيش؟ اضطراب حال، تضطرب النظم والأحوال، هذه فتنة. عشان نشوف، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا غربال، هذا غربال الفتن على فكرة. طب في ناس بسقطوا، في ناس بسقطوا أشكال ممتاز، ما هي كلها الدنيا دار اختبار وابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ كمان مرة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ولاحظوا معهم أنبياء ورسل، خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. تصوروا لو انت توصل متى نصر الله؟ يعني كيف بصيروا يطلبوه واستقربوه؟ ألا هاي اللحظة، هذه اللحظات، ألا إن نصر الله قريب. طالما لحظة في صبر وزلزل ولا يزال الإيمان وكل اجتمع، خلاص معناته أنتم تستحقوا، مستكم البأساء والضراء وصار في زلزلة واضطراب أحوال، ها، وتساقطت ناس من هون ومن هون ومن هون وصفيت الأمور، ألا إن نصر الله قريب. الآن قريب. في ناس بطلبوها إيش؟ سهلة. لا، ما هي هذه، هذا حكمة الله في تخريج الأمم، مش تخريجكم أنتوا بس. الأمم على فكرة كلها بتنظر، الأمم كلها بتنظر وبترى إيش بيخرج من هذه الأمة. هذه الأمة اللي كانت أمية ومتخلفة وبعيدة وكذا، ثم لما بدأت إذن هي الآن تفيق وعي وتعود لذاتها، تعود على فكرة وتكون واضحة وصريحة مع الأمم كلها. والآن المسلمين موجودين في كل مكان، واليوم صار في مجال للتواصل مع كل الأمم، وبتشوفك في المواقف المختلفة كيف أنت وكيف هذه الشعوب ومواقفها وصمودها، وإنها هي عندها مناعة من المفاسد وإلى آخره. هذا بيكون على فكرة، هذا بيؤدي إلى إشعاع في العالم كله. ولذلك أتوقع من خلال يعني نظرة في القرآن الكريم والتاريخ إلى آخره، ان هناك فتحين عبر التاريخ كله بيكون بعدهن ايش؟ ورأيت الناس يدخلون. الفتح الاول فتح مكة، الفتح الثاني فتح القدس. هذا سبحان الذي اسرى، هذا فتح الاخير، ما هو هي مش راح تسقط القدس بعد هيك. لاحظوا، ما هي حتى في كل مرة فتحت فيها القدس كانت الانعكاسات هائلة. بعد اليرموك وفتح القدس وهالمسائل هاي، شو صار؟ وأيام صلاح الدين بعد ما فتحت القدس إيش صار؟ أصلا الصليبيين جاءوك همج متخلفين، تفاصيل طويلة بعد الحروب الصليبية. على فكرة ادرسوا نهضة الغرب الأوروبي، تجدوه بعد الحروب الصليبية مباشرة، النهضة تغيرت في أخلاقهم، منهجيتهم، كذا الأقل من اتصالهم بالعالم الإسلامي والصراع اللي حصل، وكانت القدس هي محور الصراع. ولما حسمت في المنطقة كلها، ورجعوا حتى الصليبيين بالوجه اللي مش بالوجه اللي أجوا فيه. وسبق قلنا إنه كان، خلينا نذكركم في مسرحية كانت في بريطانيا زمان. هذه المسرحية، المسرح تمثيل، طبعا هي بريطانيين اللي بيمثلوا في المسرح،
بيكون في مبارزة بين فارس صليبي، إذا المسرحية تتعلق بالتاريخ، تاريخ الحروب الصليبية، فارس صليبي مع فارس مسلم، بسقط السيف من ايد الفارس ايش الصليبي، فالفارس المسلم بتراجع وبتركه ايش طول سيفه. ففي مفكر وفيلسوف جالس انجليزي قال الان فهمت كيف انتصروا، يعني المسلمين، بيقصد المسلمين، الان فهمت كيف انتصروا، يعني باخلاقهم، لاحظوا باخلاقهم وكيف انه لانه هذا مغروس في ذهنهم، هم عم بيمثلوا، هو منغرس في ذهنهم ايش صورة الفارس المسلم في الحروب الصليبية صاحب الاخلاق والقيم، وهم بيعرفوا انهم هم الهمج. لذلك كنت في يوم من الايام انا وزميل لي في كنيسة القيامة في القدس مع مجموعة من واذا مجموعة من السواح سواح عم بشرح لهم شو بسموه الدليل، بشرح لهم الدليل. كنا في موضع في قبرين، انا بعرف انه هدول القبرين قبر قائدين صليبيين اللي ارتكبوا مجازر في داخل القدس، مجازر، ما كانوش اصحاب اخلاق، قتل النساء والاطفال وكذا، بلكم غيروا كثير، هم اليوم غيروا كثير. فبقول للدليل شو هذول الاثنين قدام الجروب هذا، جروب ايش هذول هاي قال مقاعد بالانجليزي، قالها مقاعد هاي، لانه بقدرش اشرح لهم عن هذول الناس شو عملوا وموجودين في هذا المكان، ليش موجودين، مجرمين صفوا مقاعد، حتى اللي بنتمي لهم مش معترف فيهم. ها المهم انتبهتوا. فهون اذا اخلاقيات المسلم على فكرة ما بصير يتخلى عنها حتى في شو بلغت ظروف الاضطهاد واثناء الصراع، بدك تكون محافظ. ليش محافظ على قيمك؟ لانك انت داعية اصلا، هم الناس اصلا حتى الصراع بتم ليش بتم، ما هو اساس الصراع كله فلسفي عقائدي ينبني عليه امور كثيرة، اما اساسه هذا هو. فاذا بده يبدأ يتخلى الانسان عن قيمه، عن قيمه ايش يعني؟ ما تنهزمت انت، انتهى الموضوع، ما هذا المطلوب من هم بيطلبوا منك ايش؟ تنهزم انت. نرجع اذا، لابد يكون المسلم دائما واضح بقيمه ومبادئه حتى في موضوع الصراع، وهو يتصرف على فكرة، هو يتصرف على ضوء من طاعته لله سبحانه وتعالى وقيمه ومبادئه، هذا بيساعد كثير. ولذلك نرجع، انا اظنه يعني من خلال دراسة القرآن والتاريخ، لما قال سبحانه وتعالى اذا جاء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، العلاقة بين هذول الاثنين عبر التاريخ بده يكون لها هذه العلاقة وطيدة. لك اظن من ضمن هذا انه هناك بفتح المسجد الحرام ورأيت الناس يدخلون، ويبدو في فتح المسجد الاقصى في هذا العصر راح تشوف الناس يدخل. ليش؟ في امور كثيرة من اهمها انه العالم بيدرك على فكرة انه اليهود مفاسدهم لهم اليهود يعني اخطبوط في العالم، وهم اساس الكثير من المفاسد في الارض، سواء الربا والظلم وتفاصيل طويلة. راح يكتشفوا البشر انه الام الوحيدة اللي كانت محصنة من مفاسد هؤلاء حتى وهي متخلفة رفضت كل شرورهم ثم نهضت، وهي اللي وضعت حد للفساد في الارض المباركة المقدسة. هذا شو بيؤدي؟ ما هو الله سبحانه وتعالى قال عن هذه الارض التي باركنا فيها للعالمين، دائما ما بيحصل فيها اشعاعه ايش؟ عالمي، اللي بيحصل فيها انعكاساته عالمية. وبالتالي الان اذا جاء نصر الله والفتح عندما نزلت كان واضح من الاحاديث الصحيحة انه المقصود فتح مكة، احاديث صحيحة
إنه المقصود فتح مكة، تمام؟ وشرحنا شرحنا. لكن هذا ما بمنع إنه أنت المعنى اللفظة ما مش مقتصرة على موضوع فتح مكة فقط. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس، ولذلك أتوقع إنها هي راح تكون نقطة فاصلة ثانية في التاريخ البشري، فتح القدس وانعكاسات هذا على وتغير أفكار البشر ونظرتهم للأمة الإسلامية. وأصلا إذا كانت الأمة الإسلامية قادرة إنها تحل الآن مشكلة ما يسمى بالمشكلة الفلسطينية بالطريقة الصحيحة، هذا شو بيعني؟ أنها أمة تخرجت من جديد. لأنه كيف تعرف أنت أنه أصبح فعلا قادر يكون بعد عالمي هذا المسلم الجديد؟ بعد عالمي لما بيحل مشكلة أساسها عالمي. يعني هي مشكلة إقليمية، هاي مشكلة فلسطين عالمية. ذاك بيستغربوا الناس أنه ليش العالم الغربي كله في الموضوع؟ ما هي مش قضية أنه اختلاف بين عرب ويهود وإلى آخره، مسلم أو مسلمين ويهود فرضا، لا ما هوش هذا، لها أبعاد هذه. وعلى كل احنا سبق قلنا هو الغرب الآن كله مقتنع أنه إسرائيل تلزمش. على فكرة الآن الغرب على فكرة عينه على ناس تانيين يكونوا محل إسرائيل، مش وقته أقول مين هم، على ناس تانيين يكونوا محل إسرائيل، على ناس تانيين يكونوا محل إسرائيل بعدين. طيب تسريب لانه اسرائيل اصلا الغرب خلاص يعني مقرر انه بتلزمش لعلمكم. طيب ولكن طيب الان نرجع، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، تعبير يدخلون مش ورأيت الناس يعتنقون الاسلام مثلا، يدخلون فيه. اذا وهذا التعبير يدخلون فيه معناته وكأنه الإسلام إيش؟ بيت تدخل فيه وتستظل بظلاله أنت، وهذا البيت له أركانه، أنت أصلا فيه في داخله، أيوة، وأنت في حمايته، وأنت هو. لاحظوا يدخلون فيه مش يعتنقون. رأيت الناس يعتنقون الإسلام، لا، ورأيت الناس يدخلون فيه دين الله، دين الله. وهذا بيأكد انه الدين اللي الله سبحانه وتعالى بيقبله منا اللي هو الاسلام. اي شو سمى؟ مش ورأيت الناس يدخلون في الاسلام، مشان ما يزعمش اي احد انه غير الاسلام هذا دين مقبول. اصلا ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولاحظ هذا بدها تكون واضحة على فكرة، انت تبلغ الأمم بدها تكون واضح في هذه المسائل، إن الدين عند الله الإسلام. هيو ورأيت الناس يدخلون في دين الله، هاي دين الله معناته. اللي بيحاولوا يقول لك باقي الأديان ايش هي؟ في عندها الدليل انه لها علاقة بالرب، يعني في عندها الدليل انها مش محرفة، احنا من قبل أدلة قاطعة انها محرفة. وأصلا الله سبحانه وتعالى سحب منها أدلتها. وسبق قلنا على وجه السرعة لما جاء موسى عليه السلام وقال أنا رسول، قالوا له دليلك شو كان دليله؟ إذا بتلاحظوا العصا، اليد، الكذا، ما كانش دليله التوراة. فلما ذهب موسى ذهب الدليل عليه السلام، المسيح عليه السلام قال لهم أنا رسول، دليلك أبرئ الأكمه والأبرص، أحيي الموتى. طب هو قال لهم الإنجيل دليلي؟ أبدا. ذهب عيسى ذهب الدليل، ذهب الدليل، بيمشي له قرن قرنين ثلاث لأنه تتناقل الناس المسألة ماشي بيمشي. أيوة طيب أجا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا رسول، قالوا له دليل، قال القرآن. ذهب محمد صلى الله عليه وسلم بقي الدليل. معجزة فكرية، فكرية تتصاعد بتصاعد الوعي البشري. الآخرين ايش عندهم؟ ايش دليلك؟ ايش دليلك؟ فيش دليل، وفي دليل على نقيضه. وهذا اللي ممكن يعني يعطينا شوية نفهم ليش الغرب مثلا في اوروبا مثلا، كأوروبا مثلا
المسيحية أكثرها لا يؤمن، لا يؤمن، أكثرهم لا يؤمنون، الغالبية الكاسحة ما فيش بين إيديهم الشيء اللي فعلا يقيم الحجة، يقيم الحجة. طيب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، وسبق في درس ماضي ميزنا بين العبادة والدين، بدناش نعيد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وتحدثنا في معنى فوج. إذن الفوج مش مجرد جماعة، هي جماعة ماشية فيها حركة، فيها حركة. وإذا كانت أفواج معناته جماعات تأتي واحدة تلو الأخرى، أفواج. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نيجي للألفاظ أول شيء، فسبح بحمد. أنتوا على فكرة لما تقولوا سبحان الله، سبحان الله، إيش المقصود على فكرة؟ وكأنكم بتقولوا، لحظة، وكأنكم بتقولوا ما أبعد الله عن النقص. يعني واضح، لأنه غالبا لما تتجلى لكم بعض المعجزات في الخلق مش هيك، وعظمة الخلق والإبداع، شو بتقولوا؟ سبحان الله. يعني هذا الخلق بذكرك في إيش؟ بذكرك في البعيد عن كل نقص، البعيد في الكمالات. هذه معنى سبحان الله، ما أبعده، يعني ما لاحظوا الآن. وإحنا سبق تحدثنا شوي في التسبيح، في التسبيح، والتسبيح ممكن يكون لفظي وممكن يكون عملي. يعني التنزيه الخالق مش بس في الألفاظ، طب ما هي الكائنات تسبحه بواقعها، واقع الإبداع اللي بتشوفه فيها تسبحه. أنت لما ترى الخلق تدرك كم الخالق حكيم عليم قدير. تمام؟ طيب، سبحان الله إيش يعني؟ ما أبعده عن كل نقص. الآن فسبح بحمد ربك، سبح بحمد. الحقيقة بديش أخوض في لأنه إذا بتلاحظوا التعبير شوية شوية ممكن يكون مش مألوف، يعني في التعبير العربي سبح بحمد، سبح بحمد. قالوا فيها أقوال، بدنا نختار القول البسيط الظاهر تماما من دون إشكالات. إيش يعني فسبح بحمد؟ إذا بدك تنزه الله سبحانه وتعالى، دققوا معي، إذا بدك تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص، أنت سبحه بالطريقة التالية اللي هي إيش؟ أذكر محامده، يعني إثني عليه بما هو أهله. إذن الطريقة المناسبة لتنزيه الله عن النقص مش تقول الله مش ناقص، الله ما لحظة ما بضعفش، الله ما بيجهلش، الله هيك من هيك من هيك من سبحه، هيك من سبحه. يعني إذا مين قال إنه يعني التسبيح هو نفي النقص؟ لا، لما قلت سبحان الله شو معناته؟ ما أبعد عن النقائص. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا انه نسبحه عن طريق الثناء عليه. اذا كيف يتم؟ لاحظوا، فسبح بحمد ربك، اذا التسبيح بيكون ايش؟ بحمد الرب. اذا التسبيح مش بيكون بنفي النقائص. لما اجي اقول فلان مش خاين، شوفوا يا مش خاين، قول فلان امين، ما انت لما بتقول فلان امين ابعدته عن الخيانة. ما تقولش فلان مش جبان، قول فلان شجاع. ما اثبات صفة الشجاعة فيها نفي للجبن، ولكنها ايش؟ تزيد.
فإذا كيف يتم تسبيح؟ كيف يتم تنزيه الله؟ يتم تنزيهه بأنه يوصف بصفات الكمال، هذا تنزيهه، مش نقعد ننفي عنه صفات النقص. انتبهنا للمسألة؟ كيف إذا منسبحه؟ نمدحه، طبعا مش نمدحه، نحمده أكبر أعلى سعة. الحمد، إذا هو إيش الحمد؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق، تثني عليه بما يليق. إذا أصبحت واضحة، فسبح بحمد. كيف أسبحه؟ بحمده. لح كمان مرة، كيف أسبحه؟ بحمده. فهمنا؟ إذا هل نسبح الله بنفي صفات النقص؟ لا، نسبحه بإثبات صفات الكمال، ما هي تتضمن تنزيهه عن صفات النقص، بس بتم تسبيحه. ولذلك أنت على فكرة لما بدك تطلب من الله سبحانه وتعالى طلب، أولا اثني عليه، اثني عليه، بجيش أقول له يا الله أنت مش بخيل أعطيني، أنت مش بخيل أعطيني، قل له يا كريم أعطيني، يا كريم، مش أنت يا رب مش بخيل، هيك أنت يا رب مش بخيل، لا، سبحه بحمده. فسبح، كيف نسبح؟ بحمده. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طب نشوف التواب، نشوف التواب. إذا بتلاحظوا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مش هيك؟ طب ما هو هي تواب، والناس والناس توابين كمان، ما ملاحظين أنتو؟ الله تواب والناس توابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هاي البشر توابين، مش هيك؟ إنه كان توابا. تواب صيغة مبالغة على فكرة. طب إيش هو التوب؟ التوب، لاحظوا، التوب فيه رجوع، لاحظوا، رجوع عن، رجوع عن، وفي على فكرة رجوع من، منوضح، رجوع عن، هو بالدرجة الأولى رجوع التوب، ترجع. مثلا إنسان تاب من معصية، فرضا معصية، شو معناته تاب؟ رجع عنها، بس رجع عنها لوين؟ لوين رجع؟ لا الله، لأنها ليش اسمها معصية هي؟ لأنه عصى مين؟ هو عصى مين؟ عصى الله، ولا يكون عصى أبوه، لا هو عصى الله، فهو يرجع عنها إلى إلى الله. فأنت تتوب إلى الله، شو يعني تتوب إلى الله؟ ترجع عن المعصية إلى الله، لأنه عصى مين هو؟ الآن الله بده يتوب عليك، لاحظوا، الآن الله بيرجع عليك بالمغفرة والرحمة. كل واحد انتبهتوا كيف؟ إذا التوبة عن الذنب والتوبة عن المعصية يعني إيش؟ تركها وتكون رجوع إلى الله. طب الآن الله مقابل إنك أنت رجعت إله بعد ما كنت، مش أنت هو، بعد ما كان عصاه، رجع إله، رجع إله، الله يرجع عليه، شوفوا، يرجع عليه بالرحمة والمغفرة والقبول عليه. فإذا الله يتوب على، يتوب على يعني يرجع عليه بالرحمة، وأنت تتوب إلى يعني ترجع إلى الله، عن ترجع له، ترجع إليه من إيه؟ عن، ببعد عن أو من، نشوف كيف. يتوب من المعصية ويتوب عن المعصية، يتوب من الذنب، يتوب عن الذنب، يتوب عن الذنب بيرجع عنه، يتوب منه مش بس بيرجع، ومتبرأ منه، فيه تبرؤ،
من الذنب، يتوب من، يتوب من، بتبرأ من ذنبه، بيرجع عن. لمين بتوب؟ إلى الله. فالله كيف في الله بكون تواب؟ بيرجع عليك، عليك. انت كيف العلاقة إذن؟ فأنت تتوب إلى الله وهو يتوب عليك، فأنت تواب والله تواب، تمام؟ أنت رجع والله برجع كمان، مثل ما بترجع برجع عليك. فهمنا؟ إنه كان نرجع استغفره كم؟ تفضل تفضل على السريع. انه لابد من الندم في التوبة، منين جابوها الندم؟ لانه هذه المسألة مش في المعنى اللغوي، مش في، وانما انت بتقول رجع الى الله واقلع عن عنها. طب اقلع عنها ورجع الى الله سبحانه وتعالى، يعني كيف رجع؟ ما اهم صور الرجوع الندم، اهم هذاك بصير تفصيلات تتعلق بايش؟ تفصيلات بمعنى التوبة في الشرع، مش التوبة في اللغة. بس طبعا انت بتقول انه رجعت ورجعت الى الله، يعني رجعت الى الله وهو حابب المسألة اللي كان عليها وناوي يرجع لها، هذا ما رجعش معناته. اذا هذه بتيجي تفصيلات في معنى التوبة المقبولة شرعا، حتى تقبل، حتى يقبل التوبة والرجوع. اذا هي توبة رجوع، حتى تقبل التوبة شو لازم يكون اهم؟ اهم شيء في التوبة على فكرة الندم. بس الندم ايش يعني؟ بس الندم ايش؟ ما في واحد بندم لانهم مسكوا وحبسوه 10 سنين، هذا مش ندم يعني عصى الله. ايش هو هالندم هذا؟ هذا مش توبة. مش هيك؟ هو ندم ايش؟ على انه اشتغلها، لانه شو ادى هذا؟ وندم على شرب الخمر لانه صار معه تليف كبد، ندم لانه صار معه تلويف. هذا مش ندمان يعني لانه عصى الله. اذا مش كل ندم، ممكن يندم كثير الواحد. مين قبل توبة الله؟ مين قبل؟ ما هو الله سبحانه وتعالى. ونريد، يعني من ضمن الصور، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم. طيب هذول الناس اللي الله سبحانه وتعالى أخرجهم من عند فرعون، طب ما هم غلبوا موسى عليه السلام، غلبوه عبين ما صلحهم. إذا الله سبحانه وتعالى أراد رحمة بأمة من الأمم، ممكن يبدأ هو، يبدأ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم حقيقتهم وضعفهم واضطهادهم، وإنهم فسادهم نتيجة إنهم مستعبدين، وإنه كذا. إنه مرات أنت بترق لمين مثلا؟ أنت بترق له مرات لما يكون صاحب الذنب واحد مضطهد طول عمره ونشأ يتيم وفي الحارات وملوش أب وملوش أم، تشفق عليه هذا؟ أنت تغفر له أسهل. في تفاصيل إذن، بس المهم ايوه، هو في لها تفاصيل الان في موضوع انه الله سبحانه وتعالى. هو مين قال انه لما نزل الشريعه ما هم كانوا مشركين في البلاد العرب؟ غالبيه الناس مشركين، وبعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشيك والدين والى اخره، مشان يتيح لهم المجال الرجوع له، الرجوع له. ولكن ايضا اذا ممكن الله رحمة بالعباد يبدأ هو، وممكن لا، بيطلب منك انت كمسلم وتقي انه ترجع له مشان يغفر الذنب. وهون نيجي لموضوع المغفرة، شو معنى تستغفره؟ غفر، الغفر او قبل الغفر على فكرة، في سبق اذا بتذكروا احنا كنا تكلمنا في الانابة في الأوب، وهي التوب، توب وإنابة وأوب. نعم العبد إنه أواب، لأنه أواب مرحلة، لأنه أعلى. إن الله يحب التوابين الرجعين، هذول اللي بيرجعوا عن إلى، اللي بيرجعوا عن إلى، يحب التوابين ويحب المتطهرين. الأواب إيش الأواب؟ أيوة، اللي مرجعيته دائما الله،
مرجعيته دائما الله، مرجعيته دائما الله. هذا ما له علاقة بالمعصية، ما لها علاقة بالمعصية، مرجعيته دائما يرجع إلى الله في كل شيء، يرجع إلى الله ويرجع كل شيء إلى الله. طب وأناب؟ الإنابة برضو فيها معنى رجوع فكرة. الإنابة بيمشي في الطريق، بيمشي في الطريق، كل ما شوية سهى بيرجع، كل ما شوية سهى بيرجع منيب. لذلك بيختلف التائب عن الأواب عن المنيب. التائب بيرجع عن المعصية أو عن الذنب إلى الله، أو بيرجع عن الشيء اللي فيه مؤاخذة إلى الله، والله بيرجع عليه بالقبول والرحمة. إنما المنيب والأواب هذه مراتب أعراب، نعم العبد إنه أواب. والمنيب سالك في طريقه إلى الله، كل ما غفل بيرجع، سالك، إذن هو سالك، كل ما غفل بيرجع. بالتالي ممكن يتضح معنا كمان شوي. ما هو شو رأيك؟ عفوا، تصوروا انتوا لو ما كان الله مشرع التوبة، مشكلة، اللي بغلط مرة واحدة وخلصنا. نعم، اذا الله سبحانه وتعالى حتى لما بتوب لها صور كثيرة، من ضمنها انه الله سبحانه وتعالى عندما يقبل توبتك، مشان برضو اذا صار معك التوب. اما اذا عارف انت انه الباب مغلق ترجعش كمان مرة، جيت على الباب لقيته مغلق شو برجعك؟ لكن لما يفتح لك باب التوبة، تاب عنك اول مرة، طيب ممكن يرد يوقع كمان مرة. والله ما هو الله تواب، ما هو مجرب، الله بتوب. لذلك هي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، بما فيها الشرك في الدنيا. اما في الاخرة في شيء، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. اذا معناته اعظم ذنب شو الشرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لانه هو الاعلم بخلقه، لمن يشاء. اما في الدنيا حتى الشرك يغفر، فيش اشي لا يغفر في الدنيا طالما انه في رجوع الى الله وندم حقيقي. مش هيك؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لما شرع التوبة من اجل انك تتوب، ولما بتوب عليك من اجل برضو اذا رد وقعت التوب، وبتوب عليك مشان التوب. طب واذا ما تابش؟ ولذلك سبق، تذكروا الحديث الصحيح، الرجل اللي قتل 99 نفس وسأل عن اعلم اهل الارض، اعبد اول شيء سأل عن اعبد اهل الارض، فدل على عابد فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ شو قال له هذاك العالم العابد؟ قال له ما ليش قتلوا كمل في المية. هيو شفت ليش؟ لان بقول له فيش توبة، لو قال له في توبة بتوب. مش هيك يا شيخ؟ اعبد. ولذلك كثير ما بيكونوا العباد بظنوهم الناس علماء، بظنوا انه العابد عالم يعني، فبيروحوا بيستفتوهم، بيشوفوه في الشارع ماشي لحته طويلة شوية ودجداشته قصيرة شوية كمان الى اخره، فبظن انه عالم. بقول لك انا لقيت شيخ وقال وسألته، هيو الرسول بيقول لك هيو عابد اعبد الناس واعطى الفتوى الغلط، ثم سأل عن اعلم اهل الارض. طب ما هو الاعلم بده يكون اعبد، ما هو اعلم العلم الحقيقي. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم اتاه فقال انه قتل 100 نفس الان فهل له من توبة؟ قالوا نعم، وما يحول بينك وبين التوبة. ولكن زي ما قلنا انه شخص العالم، شخص واقعه، عرف انه هذا الانسان في داخله نقي، يبدو انه ارضه، الارض اللي فيها الناس اللي هو بينهم ناس، شوف تصوروا لكم تكونوا موجودين
مع هذول اللي بتشوفوهم في الإعلام الإعلاميين تكون بينهم أنت تصبر عليهم هالسفلة اليوم اللي قاعدين بيروجوا للطغاة وأنت تكون شهم يعني تصبر عليه هو قدامك ما أنت بجوز تكسر التلفزيون اليوم لأنه بعيد عنك كيف لو قدامك هذا الزلمة بتشوفوهم شوفوا شخصية أشكال أشكال وألوان إشي مخلوقات عجيبة ما كنا نتوقع إنها موجودة إبليس يعني فرحان ليش لأنه بتذارى فيهم بكرة بصير وراهم يتخبى فهون فهون عرف ايش قصته واحد نعم وما يحول بينك وبين التوبة انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء عرف انه قصته هذا شهم الزلمة ومقتل مية ليش ما بصبش على الغلط كله غلط من حوله معناته اترك من يعني اذا بتظلك فيها بتظلك تقتل انتبهتوا ليش الله يسر له يتوب لانه من جوا صادق هذا من جوا صادق اولا فهنا اذا نجي لايش للمغفرة والغفر نعم هو الدين فاتح باب التوبة طبعا لأنه إغلاق باب التوبة هو الذي يؤدي إلى المعصية والتورط فيما هو أكثر وهذا الحديث اللي قلنا هذا الحديث الصحيح لكن أنت تفتح الآن باب التوبة إنه يكون إنسان بندم وبتوب وبكون ناوي من داخله يكرر لا ما أظنش وإنما هي بتيجي معاه في الحياة تيجي معاه في الحياة ثم مين بضمن إنه يعيش مين بضمن إنه يعيش حتى يتوب ثم مين بضمن إنه يعيش حتى يتوب اثنين ومين قال إنه الله سبحانه وتعالى يسهل التوبة لأي إنسان إذا كان إنسان مصر على المعصية وبكررها بقول بتوب كيف يعني بده يفتعلها هو هذا الإنسان اللي بده يندم على المعصية كيف ممكن يكون ناوي يفتعلها وهو أصلا ندم لأنه ذلك لما اشترطوا أنه يكون التوبة ندم عن الفعل بس ممكن واحد يندم على فعل ثم يرد بعد شهرين يرد يرتكبه ويضعف ويرتكبه بس ما بكونش ناوي ابتداء لما تاب أنه يكرره تمام ثم مين قال أنه الله سبحانه وتعالى بيسر لأي واحد التوبة لا في ناس بمنعهم أصلا من التوبة بمنعهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون هذا موضوع الآن في موضوع يوم القيامة ما أوجب الله على نفسه التوبة أوجبها هذه بدها شرح لحالها فإذا مش صحيح هو فتح باب التوبة هو اللي بيجعل الناس في الواقع الحال إذا ضعفوا يتوبوا ومن قريب كمان لما بشوف إنه لأنه ما بيدريش إيش بصير ثم مين قال انه بكون متأكدين من 100% انه قبلت التوبة انه قبلت انه قال لا هذه لمشيئة الله وهذا بتبع انه الله مطلع على القلوب وبيعلم مطلع على القلوب وبيعلم انه هذول اللي بتوب هذا فعلا عن جهالة يعني طغيان شهوة طغيان غضب تفاصيل نسيان غفلة كذا ما قلة علم عدم اصرار في تفاصيل بس مين قال انه يعني كل ما تبنى معناته متأكدين 100% انها انقبلت انه قال انه بكون متأكدين احنا يعني فلما يكثر منهن هو يعني مين قال انه بكون هو يعني عارف انه يعني خلاص قبلت يعني منقولها وخلاص طب ما هي اهم شروطها تكون في فعلا من داخلك انت ندمان خلاص اذا هذا اللي من داخل ندمان ما بكونش ناوي يخطط لغيرها تيجي غيرها هيك صدفة الى اخره طيب نيجي الآن للغفر الغفر غفر غفرا وغفرانا مش هيك اللي هو الستر والتغطية ستر وتغطية الغفر ستر وتغطية ما جاش مع السيئات بالمرة مع السيئات ما جاش الغفر مع الذنوب
وتكفير السيئات، تكفير السيئات وغفر الذنوب. بعده بدنا ندخل في موضوع ذنوب صرنا. طب خلينا في الغفر. الغفر فيه تغطية. طب شوف الآن عندك في إشي اسمه العفو. العفو، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عفى عن وحشي قاتل حمزة، بس قال بقوله بدريش مدى صحتها انه قال له يعني تورينيش وجهك، بمعنى اذا ما غفرلوش. شو يعني عفى؟ كمان مرة وحشي اذا صحت الرواية انه الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن وحشي في قصته اللي بتعرفوها، وحشي قاتل حمزة، لكن ما كانش يحب يشوفه، شيك خلص غيب عني، غيب عني عفو. هذا ايش العفو؟ اذا ممكن انسان يرتكب مثلا جريمة قتل فييجوا اهل القاتل يعفو عنه، خلص هذا الاصل انه نتبع وراه، والحكم الشرعي انه يقتل لانه قاتل عمدا، متوافرة في شروط انه يقتل، تمام. اجوا قالوا يا عمي خلاص بلاش يقتل، روحوا لأولادته، بس ما البلد اللي احنا فيها بدناش نشوفه فيها. عفو عنه ولا ما عفوش؟ عفو. طيب صفحوا عنه؟ لا. غفروا له؟ لا. عفو. شو يعني عفو؟ خلاص ملناش مطالب يا اخي، ملناش مطالب، يروح يروح، هذا عفو. بيجي ارقى منها الصفح، بيجي ارقى منها الصفح. ايش الصفح؟ يعني خلاص مش رح يعني عفينا عنه، ماشي ماشي يعني لو اجا وصلنا نشوف وجهه كذا مليح، بس زي ما تقول ايش يعني بتظل عندنا، نتجنب نحكي في الموضوع، نتجنب نحكي في الموضوع، لانه لما نقول لواحد وريني صفحتك يعني وريني جنبك، اقزي عني شوي، دار له صفحته يعني اعطاه جنبه، ها اعطاه جنبه، بصير زي ما تقول لما نشوفه عفينا عنه احنا، ولما نشوفه مننس يعني منذكروش في الموضوع، منذكروش بالموضوع. غفرنا له، غفرنا له، غطينا على الموضوع خلاص وكأنه مش موجود، غطينا على الموضوع خلاص كأنه مش موجود. إذن أنو أرقى؟ أرقى الغفر. العفو روح، الله لا يعطيك عافية روح هيعفينا عنك. الصفح خلاص ما نمسوش لا بسوء ولا بإشي، وخلاص ومنشوفه بروح وبيجي وكذا، بس منوريه إنه إحنا يعني ناسين، صفحنا عنه، تمام. ولذلك في صفح أجمل من صفح، في صفح أجمل من صفح. ولما كله طمينا على الموضوع، ما هو ستر، ما هو الغفر شو هو؟ ستر. هاي طمينا على الموضوع ولا كأنه إيش؟ ما كانش. كيف؟ والكفر كمان تغطية، والكفر تغطية، نعم. ولما يكفر عن السيئات معناته السيئات انتهى، ما فيش ما فيش سيئة. كيف اليوم انت لاحظ حتى التكفير شو بيعمل؟ بيلغي السيئات. بعدين ان الحسنات يذهبن السيئات، من مكفرات الذنوب الحسنات، مكفرات الذنوب عدوها العلماء بحدود 10، تمام. تكفر شو تكفر؟ يعني تيجي مقابلها، تيجي مقابلها وتزيلها، وتزيل تزيل كأنها ما كانتش، كأنها ما كانتش، مش هيك؟ انما بيجي الان، بيجي الان انا غفرت مثلا، او الرب فرضا غفر، انا غفرت لفلان، او الله سبحانه وتعالى غفر لفلان. شو يعني غفر؟ خلاص سترنا الموضوع كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. وبالتالي ممكن واحد يغفر لواحد شو، وخلص تعود الصداقة والعلاقات الجيدة وكل شيء تمام، ومفيش ذكر اصلا للإساءة، وما بذكروهاش ولا بكذا، ولا يزال المودة قائمة، ما تغفر له هذا.
هذا مش عافي عنه، هذا غافر له. التكفير لابد من شيء يقدم مشان ننسى الموضوع، التكفير لابد من شيء يقدم مشان نغطي على الموضوع، والمغفرة لا، احنا منغطي لك من اصله. كمان مرة، التكفير بتقدم انت اشي مشان، لذلك احنا منقول وكفر عنا، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى انه كمان هو، لانه مرات بنكون غير قادرين على التكفير، انه هو يكفر عنا، يعني هو يدفع عنا، كمان هو يدفع عنا ما يكفر. فالتكفير بكون انت بتقدم، ولذلك ممكن غيرك يكفر عنك مرات، ممكن غيرك يكفر عنك من قرايبك مثلا، تمام؟ فاذا التكفير مشان نغطي على الموضوع، شو بنعمل؟ بدك تقدم اشي، المغفرة مش مطلوب فيها، المغفرة مش مطلوب انك تقدم اشي مشان تغفر. لانه ممكن يمن على الانسان فيكفر عنه، يعني ممكن يموت عليه شيء فيكفر الله عنه. والكفارات والاشياء المطلوب تكفيرها، ما انتم بتعرفوا في انها مش معاصي اصلا، في منها مش معاصي، تقصير في امور، مش هيك؟ تقصير في امور تكفر، شو يعني؟ هذه بتكملها، تمام؟ وفي لا، بتكون احيانا سيئات، في احيانا سيئات على فكره، لاحظوا، في سيئات غير آثم هو فيها تكفر، زي مثلا كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ، طب ما هو قاتل، ما هو مش قصده، في برضو بدها كفارة، بدها كفارة، تمام؟ مع انه هو اذا مش بالضرورة في التكفير يكون الامر سلبي، قصدي يعني سيئة يأثم عليها، لا، ممكن يكون تقصير في عمل لانه هو مات قبل ما مثلا يكفر، واحد مش قادر يصوم بكفر، ملاحظ؟ وممكن يكون عمل سيئة غير قاصد ويكفر، وممكن قاصد ويكفر. والمكفرات عدها العلماء 10 مكفرات، منها مثلا الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات، منها مثلا عذاب القبر مكفرات، منها مثلا دققوا معي الان دعاء الناس للميت مكفرة، منها مثلا المصائب اللي بتحل في البشر المؤمنين، عجبا للمؤمن، مكفرات. اذا اشي بيجي بيغطي على اشي، هذا في التكفير غير عن الغفر اللي مالوش، ما يعني مش بالضرورة يكون في مقابل. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.